السلام عليكم، انا اسمي ربيعه الهيدوري، اسم جوج بنيات، طالاسيميا. هذا المرض تيعاني به بنياتي من منذ الولادة، وهذا المرض يعني مرض مزمن يعني طول الحياة، وهذا المرض مكلف ماديا ومعنويا، ولما هو هاد بنياتي الا ما زادوش الدم كيعياو وما تيقدوش يزيدو، ما يقدوش يطلعوا في الدروج، ونفسيتهم تتحطم، ما كيقدوش يديروا شي مجهود مع الدراري في المدرسه اولا في الزنقه، نفسيتهم تتازم وتيجيهم اكتئاب نفسي، ومحتاجين للرعايه طبيه نفسيه، ومصاريف ديالهم كثيره، وانا ما عنديش، انا غير كاريه وكخدامه ميناج، ما عنديش باش نكون معاهم. هاد الشيء كيأثر فيا انا نفسيا، وكنتمنى مع الله سبحانه وتعالى نلقى شي محسنين، نلقى شي مساعده لهاد البنات يداووا ليا ويتعالجوا ويعفو عليهم الله من مشيو نجي للسبيطارات، حيت من 18 عام وحنا غاديين جايين. لمياء عندها 18 سنه، ونهاد عندها 14 سنه، حيت هاد المرض ماشي سهل، كل واحد 20 يوم خصهم يزيدوا نقل الدم، واذا ما داروش داك الدم تيعياو بحال شي شجره وكتسقيها، الا ما سقيتيهاش كتيبس، والدواء ديالهم حتى هو غالي، وخصهم يشربوا الدواء يوميا. ورجلي حتى هو ما خدامش شي خدمه على قد الحال ديالو، وانا كنخدم مع ميناج كما كتعرفوا، وميناج نتوما عارفين السالير ديالو شحال، وكاريه والموض والمصاريف والمصاريف بزاف. انا ما قدا ندير والو، ما قداش ندير حتى شي حاجه، كنشوف بنياتي حدايا نهار عن نهار تيعياو، وصحتكم كتدهور، ما تنقدرش نشوف هذيك الحاله، وبغيت انا بناتي حتى انا يداوو ونشوفهم احسن حال. تقرا الناس الكبيره خارجه من المدرسه جالسة في الدار، وبغيت الصغيرة تقرا حتى هي وتكون صحيحتها تمشي وتجي عادي بحال الناس. انا هادشي عطاه لي الله الحمد لله، ونشكروه على فضله وحسانه، ولكن انا ما بغيتش بناتي كيضيعوا حدايا ونشوف فيهم. انا بغيت نوجه هاد الرسالة للملك ديالنا محمد السادس، ينقذ لي بنياتي، والمحسنين يشوفوا لي بنياتي، بغيتهم يتشافوا ويداووا ليا ونشوفهم، حتى انا حيت عانيت معاهم من صغرهم، وانا كنعاني وكنمشي ونجي عليهم في الطرقان، ونفيق بكري ونفيق في الليل ونسهر عليهم، بغيت حتى انا يتعالجوا ونشوفهم في احسن حاله. والمجتمع ديالنا ما تيرحمش، المجتمع ديالنا ما كيرحمش، تيبقاو انت مريضه كحزيمني، انت مريضه تعاديني، وبالعكس هذا المرض ما تيعاديش، ما تيعادي ما حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، أعطاه لنا الله، الحمد لله. أنا محتاجة لهاد المساعدة، ساعدوا لي بنياتي، بغيت نقدهم، بغيت نقد بنياتي، يداو ليا هادشي اللي كنطلب هادي أميتي أنا، بغيت بناتي يبراو. الله يشافي وليداتي وليدات المسلمين اجمعين، الله يشافي جميع المرضى المسلمين يا ربي، امين. السلام عليكم، انا سميتي لمياء الهيدوري، عندي 18 عام، كنعاني من مرض طالاسيمي. انا يا من صغر ديالي وانا كنداوى عليه، كان في الرباط في ابن سينا، انا يا كنعاني به بزاف، وكل 21 يوم 22 يوم كنمشي ندوز الدم، وانا بغيت نقول لكم واحد الكلمه، وبغيت جميع المسلمين ومحمد السادس يعاونني باش انا ينبرى وندير شي حاجه في المستقبل، حيت انايا دابا خرجت من المدرسه، انا غير جالسه في الدار، بغيت انا ندير عمليه، و حتى انا ندير عمليه ونبرا
وندير شي حاجه باش نعاون الاسره ديالي، حيت الاسره ديالي تعذبات معايا من الصغر وانا كنزيد الدم، تعذبات معايا باش رد لها غير شويه. بغيت المحسنين ومحمد السادس يعاونوني ويديروا لي العمليه باش نبرى ونعاونهم، حيت تعذبوا معايا بزاف من صغري وانا كنزيد الدم، وعانوا معايا بزاف وحنا ما عندناش باش نشريو الدواء ونشريو نديرو عمليه. كنطلبكم تعاونوني وتشوفوا من حالي، وبغيت انايا نبرا ونولي بحال الاطفال جميع الاطفال. السلام عليكم، انا سميتي نهاد الهضوري، كنسكن سلا بالضبط في حي الرحمه. انا مريضه بفقر الدم حاد تلاسيمي. انا هاد المرض تيتكلف بعمليه كبيره، ما اظن بان هاد العمليه ب 300 مليون، وكل 21 يوم 22 يوم كنمشي ندوز الدم في الرباط في ابن سينا. من كنت صغيره وانا كنعاني من هذا المرض، وكنتمنى كنطلب من سيدنا محمد السادس، ملكنا محمد السادس وجمعيات وكل شيء يعاونونا باش يعاونوني باش ندير العمليه، لان هاد العمليه مكلفه بزاف ديال الفلوس وحنا مفحلناش ما نقدر، خصنا نشريو الدواء وما عندناش باش نشريو الدواء. وكنتمنى من الناس ومن جميع الفنانه ومالك محمد السادس والصحافه ومحسنين يعاونونا.